بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم في كورس اندرويد. تعالوا نجيب مع بعض اندرويد ستوديو ونعمل بروجكت جديد نجرب عليه أداة جميلة. نوسع لنفسنا كده شوية ونجيب الديزاين ونكبر كده شوية عشان نشوف. ملناش دعوة بدي دلوقتي، خليها على جنب، لما نحتاجها هنجيلها ان شاء الله. وتعالى نسميها تي اكس تي، وتعالى نكبر كمان السايز بتاعها بتاع النص بتاع التكست. خلاص، كومون تكست باتنز. في الباتنز حاجة اسمها توجل باتن. توجل باتن ده شبه السويتش الى حد ما، لكنه باتن. نزله كده وانت هتشوف معايا، لاحظ كده ده التوجل باتن قدامك اهو. تعالى نديله كونسترينتس في السريع كده. اوكي، وخليها على جنب هنا كده. طيب، هنا التوجل باتن ده جميل جدا في ايه بقى؟ في ان هو بص يعني اما بتدوس عليه اون تدوس عليه اوف، هو من غير انت ما تتعب ولا تبرمج ولا تعمل اي حاجه، هو بيتكفل بالمهام دي. شغل كده ونشوف مع بعض. بص، في البدايه نشغله ونبص عليه ونجربه تجربه عمليه وكاننا المستخدم اللي بيستخدم تطبيق الاندرويد. دوس اهو اون. اوكي، كده هو اون، خلاص هيفضل اون بقى لغايه اما ترجع انت وتدوس عليه تاني، فيبقى اوف. اون اوف اون اوف، فهو شبيه للسويتش ولكن توجل باتن، زرار ايه؟ للتبديل، زرار اون اوف، يعني زي برضو الزرار بتاع المصباح اللي هو في بيوتنا كلنا. تمام، اون اوف بس، ملوش حاله ثالثه، خلاص اون او اوف بس، خلاص ماشي. هنا برضو انت تقدر تتعامل معاه يعني كتير، في حاجات كتير يعني. تقدر مثلا هنا هو ظاهر لك اون واوف بشكل تلقائي، تقدر انت تغيرها هنا على فكره. يعني تقدر تيجي هنا تقول له لا انا عايز التكست اوف يكون مكتوب عليه لا يعمل، وعايز التكست اون يكون مكتوب عليه يعمل، فتلاقيه هو لوحده عملها لك كده. خدت بالك ازاي؟ مش بس كده، انت ممكن لو عايز البرنامج يبدا وهو يعمل التشيكد اللي هنا دي، بدل ما هي نو فاليو خليها ايه؟ بترو كده، فتبقى يعمل. هو كده بادئ تشيكد اصلا، هو كده ايه؟ بادئ تشيكد. خدت بالك ازاي؟ طيب تعال نجرب كده. هو كده الابلكيشن هيبدا معاك وهو تشيكد يعمل، تغير انت بقى براحتك. اه، لا يعمل يعمل، لا يعمل يعمل، انت اللي غيرت بقى دلوقتي. يعني انت خليتها بدل اون واوف يعمل لا يعمل. خدت بالك ازاي؟ وتقدر تظبط اللي انت عايزه. يعني مثلا لو انا نزلت زرار عادي بالمنظر ده كده، الزرار ده بيعمل ايه؟ بيجيب لي القيمه اللي جواه ولا اكتر ولا اقل. اسمه ايه؟ باتن، نسميه باتن 1. وندخل هنا ونادي على الباتن 1 ده، نقول له يا باتن 1 يا اللي جاي من الاكتيفيتي، خلاص دوت سيت اون كليك لستنر، عايز اعمل جواك ايه؟ كود. كل اللي انا عايزك تعمله ان تحط في تي اكس تي اللي على الشاشه عندي، احنا سميناها تي اكس تي، تحط فيه ايه؟ التكست بتاعته. تحط فيها ايه؟ حط جواها الحاله بتاعت التوجل باتن ده، اسمه توجل باتن اهو، توجل باتن دوت، عايز منه ايه؟ عايز منه از تشيكد. بعد كده حولها لتو سترينج، دوت تو سترينج عشان تحولها النص، علشان يلقطها التكست، تدخل جوه التكست. تمام كده؟ طيب شغل كده وتعالى نجرب كده. احنا برمجنا الزرار اللي هو يعرض لي ما بداخل التوجل باتن. ماشي يا جماعه؟ اهو هو كده في حاله لا يعمل، دوس قال لك فولس، فعلا هو لا يعمل. طيب دوس عليه، هو كده في حاله يعمل. دوس على الزرار، اه قال لك ترو. تيجي تخليه لا يعمل، تدوس على الزرار قال لك فولس. خدت بالك انت كده ازاي؟ يعني انت كده بفضل الله قدرت تعرف هو مختار ايه. مش بس كده، انت ممكن
تبرمجه برمجة مباشرة على طول، تنده عليه بشكل مباشر يا توجل باتن دوت، اي تغيير يحصل فيك على طول هعمل لك ست اون كليك. لا هيقول لك لا مش عايزه. امال عايز ايه؟ لا ده انا عايز حاجة تانية، انا عايز اعمل لك ست اون تشيكد. ست اون تشيكد، تشيكد ايه؟ تشينج ليستنر. هيقول لك لا بس انت مش هتعرف تعملها زي الزرار. قلت لك ما احنا عملناها قبل كده مع السويتش وشرحناها خلاص، وعرفنا ان انت عايز هنا باتن فيو وكمان عايز حالة اللي تشيك. ايه ده عرفت؟ عرفت، تخيل اهو برمج بقى. قال لك خلاص ما دام عرفت برمج، ما دام عرفت ايه برمج. قلت له ايوه احنا عرفناها في السويتش يا عم الحاج، جربناها بفضل الله واشتغلت معانا زي الفل. خلاص يبقى انا هقول لك هنا على طول بشكل مباشر، يبقى تي اكس تي دوت تكست خليه بيساوي حالتك. هو انا لسه هنده عليك، ما انا عندي التشيك هي اللي انا حاططها بنفسي واحولها النص عشان يشوفها بس. خلاص خدت بالك ازاي؟ تعال نجرب كده، دوس او شيفت مع اف 10 اللي يعجبك. هي كده 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 بيئة الجيت برينز شبه بعضيها يعني، هو كده اللي هيعمل. بص على طول هو متفاعل معاه على طول، مجرد انت ما تدوس عليه على طول تلاقيه هو بيعمل الحاجة اللي انت عايز منه اول ما بتتفاعل معاه. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.